هنروح لزميلنا محمود جميل اللي موجود حاليا في العريش عشان يطلعنا على المشهد حاليا. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير عليك يا محمد وعلى ضيفكم الكريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقة التطورات هنا بالنسبة لمعبر رفح البري لازال طبعا يعني حدة الصراع متواجدة في مدينة رفح الفلسطينية، ولازال الاحتلال الإسرائيلي بيشن الغارات الجوية وكمان القصف اللي مستمر على مدينة رفح الفلسطينية. يمكن امبارح بالليل بعد منتصف الليل كان الضرب شديد جدا، وكان في طبعا يعني تبادل لإطلاق النار كثيف، وكان في ضربات موجهة وغارات كثيفة على شرق مدينة رفح الفلسطينية. طبعا في ظل تزايد حدة الصراع على الجانب الآخر، لازال الدور المصري موجود بقوة طبعا من خلال المفاوضات اللي بتتم، ومن خلال طبعا احتواء التصعيد اللي موجود في مدينة رفح الفلسطينية طبعا. وكان آخر ما صرح به مصدر مصري رفيع المستوى بأنه لازالت المفاوضات مستمرة ومحاولة الاتفاق على النقاط الخلافية، وتجديد مصر تحذيرها لكل الأطراف المشاركة بخطورة التصعيد في حال يعني عدم الوصول إلى وقف إطلاق النار. خليني كمان أقول لكم على أن الجهود متواصلة مع كل الأطراف، وكان آخرها طبعا يعني حديث الخارجية الأمريكية والاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع نظيره السفير سامح شكري، ويعني تم التأكيد من خلال السفير سامح شكري على خطورة التصعيد حال وجود عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وطبعا ضرورة الاتفاق والوصول لوقف إطلاق النار. والخارجية الأمريكية أكدت على أنها لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية. طبعا الجهود مستمرة لاحتواء التصعيد، وكمان هنا الجهود الإنسانية مستمرة فيما يتعلق بفتح معبر رفح من الجانب المصري. احنا عندنا هنا من الناحية المصرية ومن الجانب المصري معبر رفح مفتوح على مدار الوقت وعلى مدار الساعة، تتواجد كل العاملين في معبر رفح البري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وبالإضافة أيضا إلى وجود المساعدات الإنسانية اللي موجودة خارج معبر رفح وأيضا هنا في مدينة العريش. لكن مفيش دخول للمساعدات الإنسانية بسبب استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولا صحة تماما للتصريحات سواء كانت الأمريكية أو الإسرائيلية بفتح منفذ كرم أبو سالم ودخول المساعدات. مفيش أي مساعدات دخلت لحد هذه اللحظة بسبب طبعا غلق المعبرين واستمرار الاشتباكات في الناحية الغربية وفي الناحية الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم. خلينا أقول لكم كمان أن امبارح يعني بنتيجة للقصف كان في ضربة شديدة جدا موجهة على مخيم البرازيل في مدينة رفح الفلسطينية، وطبعا يعني أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وخلينا أقول لكم أنه خلال الساعات الماضية الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلفت أكثر من 60 شهيد وأكثر من 100 مصاب. وكمان امبارح يعني الصحة الفلسطينية كانت بتتكلم على الكوارث الصحية اللي موجودة في مدينة رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة، بسبب ان قفل معبر رفح طبعا من الجانب الفلسطيني ادى الى عدم وجود امدادات طبية وعدم وصول الوقود الى المستشفيات. لانكم عارفين يعني احنا بنتكلم على 33 مستشفى خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، عدد قليل جدا من المستشفيات التي تعمل وهي معرضة للتوقف في اي لحظة بسبب عدم وصول الوقود وعدم وصول الامدادات الطبية وعدم دخول كمان العاملين في المجال الطبي. مصر بتقوم بمهمة كبيرة جدا فيما يتعلق بدخول الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية. واخيرا هختم ان يعني الصحة الفلسطينية اكدت امبارح انه تم توقف مركز الغسيل الكلوي الوحيد في مدينة رفح الفلسطينية نتيجة للقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. اذا الصراع مستمر على الجانب الاخر والغارات مستمرة، لكن هناك مجهود مصري، الجميع يعول على المجهود المصري وعلى الامال في الوصول الى الاتفاق في الهدنة ووقف اطلاق النار بفضل الجهود المصرية. دي الصورة من مدينة العريش ومعبر رفح البري. برجع لكم في الاستوديو جمانة ومحمد. شكرا ليك محمود جميل مراسل القناة الاولى من العريش على كل هذه المعلومات.